السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على الجميع، أتمنى وقاعد تكونوا بخير وعلى خير. إذن فوز الفريق الوطني، فوز الفريق الوطني في جابوما أمام الفريق الأوغندي بهدفين مقابل هدف. قبل ما نتكلموا على يعني جزئيات هذه المباراة، ما يمكن أن يستنتجه مناصر تاع فريق وطني، قبل ما نتكلموا على المقابلة المقبلة والتشكيلة إذا تغير ما تغيرش، قبل ما نتكلموا على لي توب لي فلوب، ما اللاعبين اللي يمكن رضا عليهم المناصر. رضا المناصر ربما ماشي هو رضا الناخب الوطني، رضا المتفرج ماشي هو ربما الرضا ولا الاقتناع تاع الناخب الوطني اللي راه عنده فكرة في راسه اللي غادي توصلوا ليكيب اللي تلعب في كاس افريقيا 2023، وخاصه اللي تبدا اقصائيات كاس العالم 2026. ان قبل ما نبداو كلكم لاحظتوا باللي كاين جديد، وقلت لكم تعياو توضعوا التشكيله في ريسانكم كي تجي المقابله، المناصب تتبدل، اللاعبين اللي تكونوا مع. المهم، من شكك ولا طلب من الناخب الوطني التشبيب، يمكن نعطيكم معلومة، لعبنا بفريق وينضاج بنت كاتيكيلكا مقابل فريق كنا نلعبوا به ما بين 28 و 29 سنة. الناس اللي طلبت من الناخب الوطني علاش ما يغامرش، نظن باللي يغامر. يمكن الناس تقول لي أوغندا، لكن النتائج راهنا نشوفوها في افريقيا، ما بقاش فريق ضعيف وقوي، وفي في في مباراه كل شيء ممكن، في مباراه تاع 90 دقيقه 95 دقيقه كل شيء ممكن. من طلب ولام الناخب الوطني على عدم اهتمامه بالبطوله الوطنيه، رغم ما نعرفوا حنا على البطوله الوطنيه، راكم شفتوا اللاعب المحلي موجود، اللاعب المحلي نظن دوك نتكلموا كاين ايجابيات كثيره. من انتظر خساره ولا تعثر تاع الفريق الوطني مع التشبيب والتغيير ولا واستعمال اللاعب المحلي وتغيير المناصب، فقد انهزم اليوم وفاز الفريق الوطني. هذا ماشي فوز اللي خلينا نقولوا الفريق الوطني راه عنده زوج تاع الفراق وراه حاضر وراه متحضر، لا اون سو جيري سو ماتش، قدينا نسيروا هذه المباراه ظروفها الى اخره، وفاز الفريق الوطني. كانت ايجابيات كثيره بالنسبه لي. اذا دخل الفريق الوطني يعني بالتشكيله الاتيه: مونريا في حراسه المرمى، لوصيف ظهير ايمن، زيد الدين بالعيد اللي كنا ننتظروه كلنا ولعب في وسط الدفاع مع رامي بن سيبيني اللي نظن قدم اضافه كبيره في المباراه تاع النيجر الاخيره، وين اعطى ان سيرتان ليكيليب، اعطى توازن للفريق الوطني. دونك نظن جات في راس المدرب ودخلوه في راكس. دونك يمكن لو فوتور يعني المستقبل تاع بن سيبيني سيكون في وسط الدفاع. وقلت لكم باش تلعب نتايا هذوك الاقصائيات طويله وكاس افريقيا وكل شيء، يعني كل لقاءات متقاربه خص يكون عندك لي دوبلور دان ميم نيفو. دونك ما شفناش توغاي، ما شفناش ماندي، ما شفناش توبا على اليسار باسكو لعب حجام في وسط الميدان. أسامة شيتا اللي كان عجب الناخب الوطني في قدوم الناخب الوطني في 2018، ولكن الإصابات لعنت الإصابات إلى آخره، ولكن ما قدموا هذا السنة مع اتحاد العاصمة خلاه يستدعيه كما استدعى لوصيف إلى آخره. ونظن مباراة يعني مقبولة وطيبة بالنسبة لأسامة شيتا.
هاريس بالقبلة، عودة هاريس بالقبلة إلى وسط الميدان نفس الشيء. نظن سيتي بوتابل، سيتي بوتابل ماشي ليكسيلونس، مي سيتي بوتابل. فيما يخص على الجناح الأيمن بوعناني وعن الجناح الأيسر عمورة، باسكو سمعت بعد التعاليق وشفت يعني عدة تدخلات ويقول لك فينالمون عمورة بعد الصحفيين اللي يبغوا الفريق الوطني، قال لك العود اللي تعميه اللي تحقرها يعميك. عمورة ما لعبش في البوست تاعو، ونظن سمعت لا كونفرنس تاع الناخب الوطني عمورة في الفريق تاعو لوغانو يلعب في عدة، تو ديبون دو كونتكست دو ماتش، أطوار المباراة يدخلوا في عدة مناصب. عمورة ظهرت يعني القدرات تاعو من لعبوا على اليسار، ولعب مهيوس كقلب هجوم. فيما يخص عبد اللي نورمالمون لعب في وسط ميدان دفاعي ولكن متقدم. اذا حوسنا نفهموا خطة الفريق الوطني اللي لعب بها اليوم، يمكن نقراوها بربعة ثلاثة ثلاثة، يمكن نقراوها بربعة ربعة واحد واحد، يعني ربعة في الدفاع ربعة في وسط الميدان، ونجيب بوعناني وسط دفاع هجومي أيمن، وعمورة وسط هجومي أيسر. هذه فيما يخص يعني الدفاع. في الهجوم نعدوها ربعة ثلاثة ثلاثة مع تقدم محيوز عن البقية. صافي دير دو تاكتيك دون زون تاكتيك. ولذلك ظهر عمورة اليوم بمستوى عالي جدا، لانه ما نغبنش من ما لعبش كوم افونسون. كي نقولوا احنا عمورة لعب قلب هجوم، مع العلم ان لعبنا بقلب هجوم واحد، ما لعبناش 4-4-2، باسكو عمورة سي لي زيسباس الوسع، سواء تلعب 4-4-2، وهذا الشيء جامي يناسب لاعب الفريق الوطني. سيوها جميع يعني الناخبين، سيها غوركو في اثيوبيا وما خدمتلوش وغير، وسيها مع تنزانيا وما غيرتلو ما 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 ما, ما, ما خدمتلوش وغير، ودخل سليماني ولا راكم عاقلين، وقلب المباراه. وللتذكير فقط ان ثنائيه عموره ما عندناش، اخر ثنائيه تسجلت في افريقيا كانت من عند اسلام سليماني ضد الفريق التنزاني اللي دخل وغير المباراه وتعادلنا. يعني عمورة سي لو دوزيام الجيريان انترناسيونال اللي يقيس ان دوبلي في لافريك، ما عندناش. يعني نتكلموا على الفريق الوطني، مانيش نتكلموا على الفرقه. فيما يخص اداء اللاعبين، غادي نتكلموا ربما على لاعب بعد الاخر. نظن بلي مونديا ابار الهدف اللي تلقاه، نظن بلي من هدف ضد مرماه، نظن بلي ادى مباراه مقبوله. نفس الشيء الوصيف، هيثم الوصيف ادى مباراه مقبوله، شارك شويه في الهجوم، وكان عنده هو في الهدف الثاني يعني التمريره لا باس كلي، التمريره المفتاحيه اللي مدت الكره لرياض محرز ومع ردها العموره، يعني جات من عموره الوصيف محرز، ومحرز مدها العمر والهدف الثاني. يعني لقى شارك في، وكان ربما مشاركته في كل مقابله هجوميه يعني ما كانتش كبيره، ولكن لما شارك ابريل لو بوت كونت سانكو، هذا الهدف ضد مرماه، جو بونس بلي هذه مع لاعب المباريات غادي تقولي لي لعب مع اتحاد العاصمه، ولكن شيء اخر. لا بريسيون مع الفريق الوطني، مع مبارتك يعني راك كاع اللاعبين اللي راهم مستدعين راهم عارفين بلي الناخب الوطني راه يحوس على سبدي دي لونترين تيستي، يعني المنافسه راهي كاينه. اي دون بو نو باراتي سون ماتش، وراكم تعرفوا الناس اللاعبين راهم مطلعين على ما يقال وما ينتظر من عند الفريق الوطني، ما ينتظر من اقحام لاعب يلعب في اتحاد العاصمه. الناس اللي تقول لك، شوف الناس اللي راهي تقول لك اللاعب المحلي هي اللي ماذا بها تهدم من اللاعب المحلي. الناس اللي راهي تقول لك علاش ما يجيبش فلان وفلتان غير باش يجي ويهدموه. اذا نظن المردود كان طيب ايضا.
فيما يخص رامي بن صبيني، رامي بن صبيني ماشي كتب شفناه، ولكن ما رامي بن صبيني فيما يخص وسط الميدان، يعني مدافع ايسر، ولا حتى الان في في في, في, في الدفاع، يعني في محور الدفاع، نظن بلي ما مضاش في دورتموند، يعني امضاؤه في دورتموند ما جاش بالصدفه، ما جاش بالصدفه، ونظن بلي اشاره القطان هدناته شويه، ما هدنتش سليماني اللي عاود خدا بطاقه صفراء. المباراه ما تحتاج ديك البطاقه الصفراء يا اسلام، يعني رانا في افريقيا وشتو التحكيم، راكم شتو التحكيم، ما يمكن نمدوا نصف المخالفات المحيوز والنصف الاخرى يفوا يتر كيما يقول لك كونترول ديريير لو بوت، يفوا كي ساميليور محيوز، يفوا كي ساميليور. محمد الامين عمور راني قلتها لكم احسن تنقيط بالنسبه للاعبين الفريق الوطني اليوم، لانه سجل تحرك بزاف. وشوف محيوز وتكلم عليه عمورة، تكلم عليه الناخب الوطني، سي تو جو كونتر اتاك تو جو افيك سوا 4 4 2 ولا تدخلو وتضرب له في الخوا ويبقى يجري، وهو سريع جدا يقبل المدافعين، يعني قناص. راكم شفتوا الهدف تاعو الاول، الحارس المرمى راشا البالون اللي تيلا، محرز عطاها له في طبق مداب مي اي لا، يعني سي ان رونار دي سيرفاس اي تري رابيد. بطبيعة الحال ذهبوا لأوروبا ساعدوا كثير، وي بصح نتمناو لو كان راح لبطولة أخرى، ولكن عمورة تاع الصيف نظن بلي تطور بزاف، وخيرت المدرب بوضعه على اليسار، نظن أعطت ثمارها. فيما يخص بوعناني، ويمكن تنقيط وأداء بوعناني، يمكن ان ندمجوه مع عطاء وفرص محيوس، لان كلكم وشفت عده تعليقات وشفت في مواقع التواصل الناس ماش راضي على محيوس، ولكن محيوس سي كوم سليماني غادي يتعب يجري على كره القدم، ولكن كي ما توصلوش الكره ما يبانش محيوس، سي با ان افون سونتر كي فا تفير لا ديسيزيون لوحدو. ونظن باللي المستوى اللي ظهر به بوعناني اليوم مستوى يعني متوسط، قام بمراوغات الى اخره، مي لي كومبينيزون اي لو جو ديريكت، يعني لو جو ديريكت فوق جو سو لي زال، واش غبن فريق غومبيا، وتحرك عمورا باليسار ومشى حتى الوسط ودخل حتى من اليمين، يعني التحركات دونك لي كومبينيزون بدخول، علاش يسموهم كوادر، علاش يسموهم لاعبين اللي متعودين على هاد السيستم دو جو، جاتهم سهلة تاك تاك تاك، وعليها شفنا عند دخول بالرحمة يا با ان جو ديريكت، يفو فير لو بون شوا، خصك دير انت يعني الخيار الصائب. سليماني ما تعطيهالوش 1.80 و دونك سي فري سليماني لا با في لو شوا باش يضربها بالراس، مي سي مي اوتور باش سوا يضربها بالراس تيت بلونجون، سوا يضربها برجلو، ولا تعطيها له كاريمون في الراس باش يلا بلون ديريكتومون. دخول حسام عوار، دخول حسام عوار بداية الأولى، دونك نظن بلي ما كانش محتاجش الوقت كبير باش ينضم في المجموعة، لاعب محترف، لاعب ذكي جدا، شفنا بعض المراوغات يعني التمريرات الدقيقة، شفنا أمام كيما يقول لك الكوبري ان بتي بون لي سي دوني بتات لا فراب، مي من بعد ما تيراش. اذا تكلمت البارح وقلت لكم من اليوم الناخب الوطني راه بالاستدعاءات هذه الكل، مانيش نقول ما كاش يبحث على التشكيله المثاليه، من توفروا له هاد اللاعبين وتوفروا له مباراتين، وحده اقصائيه وحده يعني اميكا، فريق جديد كاين ربعة جداد الاخرين اللي لعبوا، لكن وفرص الاخرين، نظن باللي الناخب اول مره بالماضي يعني في مباراه رسميه مع قال ما كاش لابريسيون كاع، مي فينالمون لو ماتش اي سيريو،
واللاعبين قاموا بالدور تاعهم، بالك يمكن نولي على حماد عبد اللي اللي نظن سي اون سوليوشن اون بلوس. ليكيب ناسيونال بين وسط الميدان و يعني كما يقولوا الخط الاول الدفاعي فيما يخص الدفاع، يدير يا محيوز يا عبد اللي اي بوا اي بي يا بوعناني دافع عمورة يدافع. هذا فريق اللي طبقوا اللي يلعب اليوم الجميع يدافع، يمكن محرز كي يدخل ما يدافعش، يمكن بالرحمه قليل ما يدافعش. الفريق اللي يلعب اكثر من ساعه اليوم بيننا باللي يعني يا دي سيريو يا دي ترافاي يا اون تاكتيك يا بيان ايتي بريباري مارغري يعني الوقت القليل. انا بالنسبه لي ليا ما غاديش نقول لكم هيا صاير لقى التشكيله المثاليه هو دخول بعض ناخذوا شويه لاعبين من هذه المباراه، لا، هي ان ادروات اونتر غيتون و لوسيف صاب جوي اونتر لي دو، من ناحيه اليسار اونتر حجام ربما طوبة ولا ليريس، بالك ربما في الاي في الجهه اليمنى ولا الجهه اليسرى، يعني كاين امكانيات ونظن مستوى طيب ظهروا به يمكن نتكلوا عليهم. في وسط الميدان راه عندك لومبارا دو شوا، عندك اونت لو تكنيك لو سنتينيل اكسيترا بن طالب بالقبله ما يقدش يلعب لك ان سنتينيل، مي تو ديبوند لا فيرسير لاكيوميلاسيون دي ماتش كي تلعب بزاف مباريات، ولا يكون عندك بن طالب ما شفنا الزروقي وراه غياب تاع اسماعيل بن ناصر. دونك عندك اون ايدي ديجا، عندنا واحد الفكره باللي راه ما عندك لي دو و تروا بوسيبل في كل منصب، ومن بعد المنافسه رضا المدرب على مردود اللاعب ولا فكره المدرب على من سيلعب ضد من وفي اي مقابله، هل في الجزائر ولا في افريقيا. وهذا نقول لكم خوتي اللاعبين من الثمانينات، وانا كانت عندي الفرصه وين عندي اخبار وتكلمت مع لاعبين قدامى اللي كانوا يلعبوا في افريقيا ماشي هما اللي كانوا يلعبوا في 5 جويليا، كانوا الناس تروح للموت، وكان الناس اللي تلعب 5 جويليا ماشي معناتها لا كاين دي واش باغي نقول لكم انايا دي بروفيل اللي يلعبوا في افريقيا، وكاين دي بروفيل كي سيكسبريم ميو كونت يا با ديميتيتي كونت يا با كونت سي با لافريك. هذا ما كان ماشي معناتها باللي النخب الوطني راه يتعامل هكا، مي نعطيكم غير معلومه فيما يخص هذا الفيديو. اذا فريقنا الوطني خمس مباريات، خمس يعني خمسه تاع فوز 15 نقطه. اخر مره قام بها الفريق الوطني هي مده 8 سنوات، الفريق تاع كريستيان غوركو في 2015، وفي اقصائيات كاس افريقيا 2015 كان فاز بخمس مباريات الاولى، والمباراه الاخيره كنا متاهلين خسرنا مع المالي، يعني رانا في نفس وما تنساوش باللي هاد الخمس مباريات ما فاتتش كريستيان غوركوف باش يتاهل يعني الادوار المتقدمه، لان خسرنا في الدور الثاني ضد فريق كوت ديفوار. دونك سوف كو غوركوف جوي افيك ليكيب ديف، وهنا رانا نسيو في لاعبين. فيما يخص المباراة الثانية اللي نظن راكم قاعد تنتظروا يعني تشكيلة تكون ربما هي الشبه الرسمية ب 60 70 حتى 80% اللي غادي ربما تلعب كأس إفريقيا، اللي ربما تلعب في نوفمبر بداية إقصائيات كأس العالم 2026. بطبيعة الحال سينا محيوز، دخلنا سليماني كان لاج مي سليماني لي توجور اوسي بون في يعني في دو بوت لو كونترول لا بروتيكسيون دو بال اكسيترا. شفنا محيوز الى بيردو بوكو دو بالو، يمكن نتكلم لكم انا على بعض الاحصائيات فيما يخص التمريرات، قمنا ب 454 تمريره، نسبه النجاح 81%، اون ا بيردو مي زامي perte de balle 155 perte de balle.
والمنافس تاعنا 160 يعني ما كاش فرق 160 ندير لنا بيردو بوكو دو بالون لي دويل ايريان اون ايتي الحاجه الشابه هو في السماء اون ايتي تري بون بلعيد بن سيبايني عبد اللي الى اخره في لو نيفو ايريان سي اون يعني كاين شوف غادي تاخذ الشيء الايجابي وتصحح الشيء السلبي الشيء السلبي اللي يمكن يتصحح وهي ما يعني فولا يفون سيت كولين اللي يقوم مباريات وما عندناش الوقت اللي في وقت قصير ابري سو ماتش لا قلت لكم اللاعبين يروحوا العطله ومن بعد العطله كل واحد يروح يجري على خبزته اللي يروح يبقى في الكلوب تاعو ويدير تحضير باش يبدا الموسم واللي يروح يحوس على الاحسن وحنا نتمنوا باللي الاحسن بالنسبه لرياض محرز هو البقاء في البريمير ليغ مي ربما ماشي في مانشستر سيتي ولا اختار هو يبقى في مانشستر سيتي فاصون سي على لوي داسومي واللاعبين الاخرين بالقبله ني بلو ابريست دونك ودع ابريست حجام يلاقي يخمم مليح في المشاكل اللي صراو له فيما يخص يوم رمضان واختياره للفريق الوطني جا هذاك رمضان جا العقاب جا الى اخره خمم مليح فرش عيبي اللي غادي نشوفوه نظن في المباراه الثانيه نفس الشيء اسكو يبقى في تولوز ما يبقاش راكم شفتوا تاني واش صرا على حمل شاره يعني المثاليين ونرفضها هو وعده لاعبين وعقبهم سليماني اسكو يزيد 6 شهور عام مع فريق اونديلرت ولا يروح البطوله يعني في الجولف بونجاه يبقى تما ما يبقاش المهم ماركانا عمورا اليوم هدفين قلب الهجوم ما تحركش والثاني كيدخل كيف ما تحركش يبقى لنا المشكله توجور تاع لافونسور تاع الاخر الناحيه اليمنى عندك بوناني عندك محرز الناحيه اليسرى راكم شفتوا السعيد بن رحمه ودروك جا منافس واحد اخر اللي il est polyvalent il joue en avançant en 4-4-2 sinon quand tu joues avec trois attaquants ou تعطيها له في الخوا ويروح ولا راه ربح عده نقاط من لعب على الجهه اليسرى دونك لي بلاص سون شير الاماكن سوف تكون وهي بدات راهي دروك غاليه وسوف تكون غاليه اونتيير ساتيسفاكسيون واش باغي نقول لكم اللقاء المقبل امام تونس نظن باللي الناخب الوطني غادي يكون ما غاديش يعني يغامر كثير نظن باللي سوف نرى عوده ماندي سوف نرى عوده جيتون سوف نرى توبا سوف نرى ربما اعتماد مره اخرى على بن سيبايني باسكو بن سيبايني ربما راه معتاد على هذو الثلاث مباريات يعني مبارتين في ثلاث ايام هذيك رغم ان المنافسه كملت هذه شحال وسط الميدان نظن باللي ربما عوار تعطى له الفرصه باش يلعب يبدا المباراه باش ما نقولش يلعب كل المباراه بن طالب نفس الشيء ربما نشوفوا زروقي ولا نشوفوا بوداوي ربما نشوفوا سير نشوفوا محرز على اليمين وعلى اليسار اسكو غادي يحافظ على عموره اسكو غادي يستعمل شعيبي ولا غادي يستعمل برحمة ولكن المباراة مهمة أيضا بالنسبة للتحضيرات تاع الفريق الوطني باش يلقى الناخب الوطني يعني اون فوا بور توت سور ان دو ترو دو تروا جوار دونك نظن بلي هو غادي يخدم بهاد اللاعبين يخدم بهاد اللاعبين بلا ما ينسى بن ناصر ابري هذاك لو لونغاج يعني السياسة هذيك اللونغاج السياسي هذاك تاع يقول لك بلايلي سي بور كوبي كور لا روما انا واحد من الناس بلايدي ما بقيتش نحب نشوفه في الورقه الفريق الوطني لان كي تبدا معاه خدمه يدير مشكل في الفريق تاعك انت خصك تبدلو بواحد اخر باش تعاود تبدا الخدمه وما ما بقاش يعني رانا نطلبوا احترافيه في البطوله احترافيه في الفيدراليه احترافيه في الفريق الوطني اذا بغينا نطبقوا هذه الاحترافيه اللي غنطبقوها على الفريق الوطني وفي جميع يعني اقتناء اللاعبين معاملة اللاعبين إلى آخره ويمكن ناس اللاعبين يجوا راكم شفتوا آيت نوري يلقى فريق يبدا يلعب مباريات نظن باللي لو بروفيل تاعو اغوش اوسي دونك لي بلاص سون شير اغوش ادروات او ميليو تيران اي اون ديفونس اي فلاف فلاف تو سكي اون اتاك
à droite à gauche elles sont chères, mais moi يعني نشوفوا معرض ربما اكثر اساسي من بوعناني، نشوفوا ربما بين يعني تلعب بين عموره وبين بالرحمه، مي قلب الهجوم حتى الان كاين التجربه تاع سليماني، كاين التجربه تاع بونجاح، كاين الظهور الجديد تاع محيوس، ولكن فوك سا مارك سي فري كو لافون سونتر اي لا بور دي فوا فاتيغي جوي سون بالون اكسيتيرا، ولكن خصنا قلب هجوم يسجل والدوبلور تاعو يسجل والتروازيام اللي يمكن يخلف الاول ولا الثاني يسجل، يعني اللي قاعد يدخلوا في اللعب. ولكن اللاعب مع الاطراف خاص كي يلعب مع حارس تلعب مع الاطراف يا بوكو دو كومبينيزون وكيلعب بوعلالي نفس الشيء. ولكن نظن باللي انا راضي كمناصر، راضي على ما قدم اليوم مع المنافس كيما اوغندا، باش ما نقولوش على واش صرا الان. باش نكملوا ونخليكم تروحوا ترقدوا باسكو انا دائما نديرها في الليل ونطول، هو ان المجموعه تاع الجزائر فريق الاوغندي اليوم التعادل ما كانش غير حاجه كبيره، لان تنزانيا ربحت النيجر. تنزانيا جيت تلعب في الجزائر في سبتمبر، اذا الجزائر ربحت تنزانيا بهدف لصفر وغندا ربحت النيجر في مصر باسكو يلعبوا في النيجر، بصح النيجر ما عندهاش ملعب دونك تلعب في مصر، واذا اوغندا جابت نتيجه ايجابيه في مصر من عند النيجر اوغندا تفوت. دونك سوف يكون لقاء حاسم بالنسبه لتنزانيا في يعني في سبتمبر. دونك عادل عمروش الوطني اللي سيني بالباسبور غادي ندو مقابله مهمه، ونظن هذه المره يعطي لي كونسين اللاعبين تاعو باش يستحفظوا شويه على اللاعبين تاعنا اللي راهم متاهلين، خاطش في نوفمبر حنا من بعد نلعبوا اقصائيات كاس العالم، والشعب الجزائري واللاعبين يعني هاد لا جينيراسيون واللي راهي جات جديده ما حباش تراطي لا بروشين كوب دي موند، وتمثل الجزائر احسن تمثيل في كاس افريقيا 2023 في كوت ديفوار. هذا ما كان. اعطوني رايكم فيما يخص اي ما هو اللاعب اللي نال رضاكم، ولا اللاعب اللي خيبكم، ولا انا بالنسبه ليا بور موا لي توب جو ديري بين سي بايني سي با اون سوربريز. بالعيد بور موا سي ان توب. كيس كي انكور عموره بالنسبه في تغيير المنصب الجديد بور موا سي ان توب. جو ديري بات فلوب، ما كاش فلوب بالنسبه ليا. بالنسبه لمحيوز ما وصلوش عده كرات اي سا سي سا بريمير سيليكسيون، دونك واحد ياخذ بعين الاعتبار هذا الشيء. نسلم عليكم بزاف خوتي، السلام عليكم و على بروشين فيديو ان شاء الله.